أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم الهندسة المدنية في الجامعة التكنولوجية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمحاضرة السابقة اللي أخذنا بها المسح التقريبي أو التخمين التقريبي، ومن التخمين التقريبي حصلنا على كلفة البناية أو على كلفة المتر المربع أو سعر المتر المربع. الآن بالمحاضرة الحالية راح نجي نفصل أو نروح الأكثر دقة، يعني احنا بالمحاضرة السابقة جبنا سعر المتر المربع الواحد مثل ما هو يعني بدون أي تغيير، استخدمناه لحساب كلفة البناية. بهذا الموضوع مالنا او بهاي المحاضرة مالتنا احنا راح نجي ناخذ الريد او المطلوب من عندنا نسعر او نحسب كلفة بناية او مشروع بالوقت الحاضر يعني مستقبلي، بس السعر اللي نستفاد من عنده او سعر المتر المربع اللي نستفاد من عنده هو بناية منفذة سابقا، يعني نستفاد من بناية منفذة سابقا. طبعا هذه البناية المنفذة سابقا ايضا مشابهة بشكل عام للبناية اللي راح ننفذها بالمستقبل، كان يكون في الوقت الحاضر او بالمستقبل او هي كمشروع مستقبلي نريد ننفذ هاي البناية بالاستفادة من بناية نفذت سابقا. هاي البناية المنفذة سابقا أنا راح أجيبه من عندها هو أحسب سعر المتر المربع الواحد من البناية القديمة. البناية القديمة أحسب سعر المتر المربع الواحد، هل أستخدم سعر المتر المربع مباشرة بحساب كلفة البناية الجديدة أم هذا السعر ممكن عليه متغيرات؟ أن المتغيرات اللي على هذا السعر طبعا كثيرة، يعني اللي تأثر على سعر المتر المربع من البناية القديمة من الأولد بيلدينج هي ظروف كثيرة لخصت أو أهمها أنه هي شكل وحجم وعدد الطوابق بالبناية ممكن يأثر بالسعر، يعني ممكن السعر الأجيبة ممكن يزداد أو يقل حسب ظرف البنايتين من ناحية الشكل من ناحية الحجم من ناحية عدد الطوابق كذلك من ناحية المواصفات، يعني كان تكون بالبناية القديمة مواصفات عالية والبناية الجديدة مواصفات أقل فمعناها السعر راح يقل عندي أو العكس يزداد، وإذا كان بنفس المواصفات ممكن ما يأثر هذا العامل. العامل الآخر عندي الموقع، موقع كان يكون البناية في منطقة crowded area منطقة مزدحمة أو منطقة غير مزدحمة، يعني لكل البنايتين، وهذا شلون يأثر المزدحمة غير المزدحمة؟ يأثر بالإنتاجية ويأثر بسرعة الإنجاز ويأثر بتسهيل العمل، يعني أنا في مناطق مزدحمة ممكن أنا أريد أبني في المشروع من الصعوبة أن ألقى ساحة لوضع مواد البناء أو حركة الآليات، وبهذه الحالة ممكن راح يصير استئجار إلى ساحات وبكلف قريبة تكون على هذا قريبة نوعا ما أو بعيد احتمال حسب موقع اللوكيشن مال هذا المشروع وتنقل بواسطة عربات صغيرة. هذا الموضوع راح يسوي زيادة بالكلفة، راح يسوي زيادة أيضا حتى بالناحية العمالة، يعني العمال وأجور العاملين كلف المواد كلها راح تزداد نتيجة وجود منطقة أو المشروع في بناية. أما إذا كان المشروع في بناية مفتوحة الطرق عليه سهلة متوفر كل شيء قريب عليه، يعني ما أقدر ساحات عندي لوضع المواد الإنشائية، هذا راح يكون يختلف. فنشوف ظرف البنايتين، نشوف في بعض المشاريع تعطى تسهيلات كان تكون مالية أو إدارية، يعني التسهيلات المالية ممكن أن تعطى سلفة تشغيلية للمشروع، يعني ممكن البناية القديمة كان بها سلفة تشغيلية تعطى هي حسب الشروط العامة كانت للمقاولات أو حسب الاتفاق ما بين المنفذ وصاحب العمل أنه يعطى قبل ما يبدأ بالعمل سلفة أولية تشغيلية تسدد من العمل أوكي، لكنه هو قرض أولي فهي تساهم بسرعة الإنجاز و
تدفع بعجلة الإنتاج بالنسبة للمشروع. في مشاريع أخرى ماكو، إذا ماكو معناها السعر الواضع التسعيرة يزيد السعر لأن ما موجود هاي التسهيلات المالية. التسهيلات الإدارية ممكن كانت تعطى دوائر الدولة تعطي كتبا لتسهيل عمل المنفذ أو المقاول، مثلا يعطى إلى الكهرباء كتاب تسهيل، يعطى إلى الماء والمجاري، يعطى إلى منظومة الاتصالات وغيرها لتسهيل عمل هذا. لو كانت ما تعطى ممكن كان انبنت عليها كلف أخرى، ممكن تعطى تجهيز كهرباء وطنية للمشروع بدون إيجار مولدات وغيرها، ممكن سحب خطوط مياه بكتب رسمية تسهيلات إدارية للمشروع على غرارها. ممكن لو كانت ما موجودة هاي ممكن المقاول كان استأجر تناكر مياه، وطبعا كلها كلف. احنا موضوعنا هو كلف. الموضوع الأهم طبعا الفقرات من 1 إلى 4 ممكن يعني تقبل الزيادة والنقصان حسب الظرف الموجود. الفقرة الخامسة هو عامل الزمن. احنا دائما عندنا عامل الزمن هو في زيادة، يعني انا من المنفذ المشروع في سنوات سابقة من اريد اخذ سعر المتر المربع ماله واحسبه للمشروع الجديد في السنوات اللاحقة، فراح يكون العامل اكيد في زيادة، يعني السعر راح يزاد نتيجة تضخم العملة النقدية وتضخم السوق. هذا التضخم الموجود فاعتبرنا او هي اعتبرت الدائما في زيادة. طبعا المعادلة اللي نحسبها للزيادة هي معادلة النمو او المعادلة الطبيعية للنمو، يعني معادلة التوزيع الطبيعي اللي هي هذا الفاكتور هو 1 + i + n - 1. الاي هو الزيادة السنوية التي وين تعطى بالمصارف، يعني في مصرف يقول لك زيادة 4% 5%، هاي الأرباح السنوية interested value. الان هي عدد السنوات ما بين البنايتين. هذا الان هي احنا بهذا راح نحسب الان شلون راح نقدر نحسبها. الان هي الفارق الزمني ما بين منتصف تنفيذ البناية القديمة ومنتصف الفترة الزمنية لتنفيذ البناية الجديدة. نحسب من عندها هذا الفاكتور الذي يجمع جبريا مع الفاكتورات الأخرى، يطلع من عنده عامل أو معامل تصحيح أو تعديل السعر، يضرب في السعر اللي جبناه من البناية القديمة يطلع لي السعر الجديد، سعر المتر المربع الجديد يضرب في المساحات اللي راح نحسبها نطلع كلفة البناية من جديد. طبعا هذا راح يترسخ بالمثال الآتي: عندي بناية تشمل ground و first floor، يعني خلنا ناخذه بشكل مبسط، يعني طابق أرضي وطابق أول. مساحة الطابق الأرضي 250 متر مربع، المساحة الطابق الأول هي 60% من ground floor area. طبعا بأي صيغة يجينا السؤال كأن يكون تعطى أبعاد تعطى مساحات، نقول هذا الطابق يشكل 70% من الطابق 80% من الطابق الثاني وهكذا حسب طبيعة السؤال وطبيعة طرح المساحات، يعني تطرح أما محسوبة مساحة مثل ما هي أو نقول تؤلف هالقد أو نقول أبعاد هالقد بهالقد، يعني حسب طبيعة يعني الفكرة بالسؤال. مساحة الطابق الأول شكل لي 60% من الطابق من الأرضي، يعني 60% في 250 راح يطلع لي مساحة الطابق الأول. يقول لك إنشاء هاي البناية، طبعا لازم إحنا نكون عندنا كلمات مهمة جدا لحساب N، كلمات راح نشوفها موجودة بالمتن مال السؤال، يعني بصيغة السؤال راح نشوف الكلمات ونأكد عليها. راح نشوف starting أو beginning أو ending أو mid، يعني middle
في يعني معناها في بداية السنة، في نهاية السنة، أو في وسط السنة، أو في أي مكان بالسنة. يعني راح من هذه الكلمات راح نقدر نعرف الآن، وراح سنشرحها بالمثال. يقول إذن هو started at the beginning of ألف، يعني سنة الألفين. beginning of يعني معناها في بداية الألفين، يعني الألفين هي داخلة بالإنشاء. beginning of، لو نفرض احنا قال end of 2000 معناها الألفين هي مداخلة، يعني هي بداية الألفين وواحد، معناها بداية الألفين وواحد هي نفسها نهاية الألفين. يعني لو قال end of 2000 or beginning of 2001. يقول أخذت 6 أشهر للإنشاء. إذن 6 أشهر للإنشاء. طبعا إحنا الN هو عدد السنين، فأي يجيني بالأشهر أحوله ما يعادله من سنة، فأقسم الأشهر إلى على 12، يعني 12 شهر أحوله من المانث إلى الير. يقول خمن هذه كلفة هذه البناية. إذا أخذنا بناية مشابهة مساحتها area مالتها 400 متر مربع، يعني معطى المساحة الكلية، وأنجز العمل بها end of 1995. end of معناها 95 هي مدخلت، معناها نبدي من 96. شقد استمر العمل بها أيضا؟ 6 months 6 أشهر، يعني 1.5 year، يعني نص سنة. هاي كلفتها البناية السابقة كان 60 مليون دينار عراقي. نسبة الزيادة بالأسعار هي 8%. طبعا بهذا السؤال ما متحدث على السايز والسبيسيفيكيشن واللوكيشن والأريا كراود لا مو كراودد ولا التسهيلات، متحدث لي فقط على هذه، معناها الفقرات أو العوامل الأخرى ما تدخل بحساب تعديل السعر، فقط راح يدخل عندي هو العامل الزمني inflation factor. solution راح يحل السؤال كالتالي. طبعا احنا عندنا بنايتين، بناية الاولد بولدينج والنيو بولدينج. الاولد بولدينج بيها مساحات ومطين المساحة مالتها ومطين كلفتها، فاذا انا من ابدأ اقول اقسم الكلفة، شلون اعرف المتر المربع؟ هو الكلفة الكلية على المساحة الكلية، فالكلفة الكلية على المساحة الكلية يعطيني سعر المتر المربع 150. هذا في حينها، يعني في حين في الفترة الزمنية اللي انجز فيها هاي الاولد بيلدينج. هسه هاي الاولد بيلدينج او هذا السعر اللي جبته اريد اسوي له تعديل، يلا استخدمه بالنيو بيلدينج، اسوي له تعديل. هذا التعديل راح اجري عليه فقط معامل الزمني اللي هو طبق عليه 1+. طبعا هذا شلون يعني 1+ اي معطيناها 8.8 اس 4.5 ناقص 1 يطلع. هاي ال 4.5 الان شلون حسبناها؟ اجي للبنايه. طبعا هي البنايه مده التنفيذ مالها 6 اشهر، اللي هي beginning of 2000، يعني 2000 وهنا 6 اشهر، هناك ال 2001 راح تصير بهذا الاتجاه. فال 2000 هي كلها هنا beginning of 2000، وهنا العفو beginning بال 95، يعني معناها هي بال 96، end of 95 يعني بداية ال 96 ولمدة 6 أشهر. هذا المسافة الزمنية ما بين ال 2000 وما بين ال 96 اللي هي 4 سنوات، اللي هي 2000 بداية ال 2000 started at 2000، هنا beginning of 96 أو end of 95، فمعناها 2000 ناقص 96. الآن أجي إلى فترة الإنجاز. فترة الإنجاز هاي 6 أشهر، هاي 6 أشهر، فهاي 6 أشهر منتصفها 3 أشهر، وهنا منتصفها 3 أشهر، center to center، ف3 أشهر زائد 3 زائد الأربع سنوات معناها 4 سنوات و6 أشهر. 6 أشهر تقسم على 12 يصير يعني نصف سنة، يعني 4 سنوات ونص واستخدمناها. يعني لو كان هنا مثلا عندي سنتين أو عندي سنة ونص مدة التنفيذ، ممكن يصير 0.75
وهنا سنتين ممكن تصير سنة وتجمع. ومثل ما أكدنا تعتمد على الستارتد أو بيجينينج أو إندينج، ونشوف يعني حسب هذا اللفظ الموجود أو هاي الكلمات الموجودة، يعني شو وقت بداية السنة، نهاية السنة، منتصف السنة، ممكن تجي بالأشهر، يعني 9 أشهر ممكن تقسم على 12 يصير 3/4 السنة وهكذا. فطلعنا عامل الزيادة، هذا عامل الزيادة معناها أنا عندي السعر القديم، السعر القديم يضاف له 0.414، معناها أضرب في 1.4 لأنه هو السعر القديم، يعني نسبة الزيادة هي 40 و 41%، وهو أصلا موجود إذا 41، فالسعر 150,000 في 10,000 في 1.414 يطلع للسعر الجديد هو 212، وإحنا قلنا دائما هو أكبر من 100، يعني دائما يكون العامل الزمني يعطي زيادة أكثر، فيطلع 212,000 و100 عراقي دينار على المتر المربع. هذا أجل البناية الجديدة، أحسب المساحة مالتها وأضرب كلفة البناية الجديدة بسعر المتر المربع بعد التعديل، راح يطلع لي الكلفة الكلية للمشروع. أيضا راح يبدي يترسخ أكثر بعد معرفتنا بالمثال الرابع: New building is to be constructed on a commercial land in a crowded area. يعني هذا crowded area، خلي جواها خط، بناية جديدة هي تكون في منطقة مزدحمة، تشمل على 3 طوابق as shown below. 1 2 3 The cost of 1 متر مربع of the ground floor will be، يقول كلفة المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي 20% أكثر من الطابق الأول والثاني. The required specification is to be very good. إذا نجي للمعامل الآخر، هو المواصفة تكون very good. And the contractor will be given contractual facilities، يعني يأخذ تسهيلات، المقاول يأخذ تسهيلات إدارية. إذا عندي 3 معاملات هي crowded area و very good specification و أكو يوجد contractual facilities. The project will start ديبدي 1/11/2017 ويستمر العمل به لفترة 1.5 سنة. هذا المشروع الجديد. According to the information of previously constructed building with a capital cost of، بالاعتماد على بناية منفذة سابقا بكلفة 1,500,000,000، this project بدأ العمل به 1/1/2012، يعني سنة 2012 كلها، يعني 1/1 كلها داخلة، وانتهى العمل ب 1/11/2014، يعني ال 12 وال 13 وال 14، يعني 3 سنوات و 11 شهر هذا استمر العمل به. 11 نقسمها على 12 يعني راح يطلع لي فد كسر معين، المهم هو 3 سنوات و 4 سنوات الا شهر. This building consists of 2 floors، تحتوي هاي البناية القديمة ground first floor. Area of the ground floor was 600 متر مربع، يعني مساحة الطابق الأرضي 600، while واحد فلور was 400، first floor يعني هذا 400 متر مربع. It was good specification، يعني احنا من نقول هنا very good وهنا good، معناها البناية القديمة أو البناية الجديدة هي لازم يزيد سعرها، لأن مواصفات المطلوبة بها very good، هنا good، فهذا الجديدة تكون أكثر مواصفة، فمعناها هذا العامل بزيادة. No crowded area، ماكو مو مساحة، وهنا crowded أيضا لازم نزيدها. No contractual وماكو السابقة ماكو الجديدة، معناها أكو فرق، إذن أيهما بها تسهيلات نطرح من عندها ما بها، فهاي ما بها تسهيلات، إذن السعر يطرح أو المعامل يطرح. The cost of 1 متر مربع of the first floor was 80% of the cost of 1 متر مربع of the ground floor. The annual increase in prices، زيادة بال 10%. يقول خمن the total cost of the new building، اللي كلفة البناية الجديدة، بطيني المعاملات للفقرات الأخرى، قايل الريت اوف سبيسيفيكيشن بالنسبة للمواصفة الليفل مالها 5%، بالنسبة للموقع يعني كراودد لو نوت كراودد 8%، وبالنسبة
للريت اوف كونتراكت كونديشن، يعني الفاسيلتيز الموجوده التسهيلات الاداريه الماليه 4%. الان نجي شلون نحل هذا السؤال. نجي هاي البنايه الجديده، نجي اول مره للبنايه القديمه، هو مطيني قال لي المساحه للبنايه هي طابق 600 وطابق شكل 80% من عنده او مساحات، فراح نشوف 600 زائد 80% من ال من عنده، يعني نجي للبنايه القديمه، هذه البنايه القديمه طابق فيرست فلور هو 400 متر مربع، و طابق الاريا اوف ذا جراوند فلور 600 متر مربع، وايل ذا فيرست 400 متر مربع، هذا المساحه. بس قايل لي لانه هي فيرست فلور يالف لي كلفه المتر مربع اللي 80% جراوند فلور، معناها انا راح يصير الجراوند فلور هو الطابق او السعر اللي راح يعتمد، ف 80% من الفيرست فلور، ف 80% من مساحه ال 400 يعني راح يحول بدلاله الجراوند فلور. الكوست بير متر مربع اوف اول بيلدينج هي مطيني اياها 1,500,000,000 قسم على المساحه المكافئه، راح يطلع لي كلفه المتر المربع الواحد. هذا ماخذين بنظر الاعتبار الجراوند هو الاساس انه، لو نفرض العكس كان احنا غيرنا بكلفه الجراوند وبقينا الفيرست فلور ثابت، الان هو الجراوند هو الثابت عندنا. زين هسه هذا السعر راح اسوي له تعديل، يعني طلع لي سعر المتر راح اسوي تعديل وفق المعطيات اللي عندي. فالاولد بيلدينج والنيو بيلدينج، الاولد بيلدينج هي مو مزدحمه، النيو بيلدينج مزدحمه، معناها زائد الفاكتور مطيني 8% زائد 8%. من ناحيه المواصفات، البنايه القديمه جود سبيسيفيكيشن، البنايه الجديده فيري جود معناها اكثر، ايضا لازم ازيد السعر. البنايه القديمه بدون تسهيلات، البنايه الجديده بها تسهيلات معناها يطرح السعر، يعني انا البنايه الجديده مطيني تسهيلات فمعناها اقل كلفه راح يصير فيطرح السعر. لان الفقرات الثلاثه معاملاتها نجمعها جمع جبري يطلع لي 9%، يعني 0.09. بالنسبه للمعامل الزمني عامل التضخم، فراح نبدي البنايه القديمه وهاي البنايه الجديده، هاي الاولد هاي النيو. البنايه بدت 1/1/2012، يعني 2012 دخلت 2013 2014 و2014، هذا 1/11/2014، هذا التاريخ 1/11/2014. نجي للبنايه الجديده، هي بدت 1/11/2017 واستمرت سنه ونص، الى اين تنتهي ما يهمني، بس المهم هي سنه ونص، نصفها 0.75. هنا ثلاث سنوات وسم، يعني 17 شهر اقسم 17 على 12، يعني تقريبا يعني 35 شهر على 12 على 2 راح يطلع لي 1.417 سنة، هذا منتصف المدة الزمنية. المسافة بين 2017 إلى 2014 هي 3 سنوات، فأجمع هاي الأرقام الثلاثة، يعني 3.75 نصف المدة الزمنية للبناية الجديدة ونصف المدة الزمنية للبناية القديمة، فراح يطلع لي الآن هي 5.167 year. هذا الآن طبقته بالمعادلة هنا يطلع لي العامل الزمني 63.6%، يعني أكثر 63.6%. طبعا هاي الواحد هي ورا ما نضيف للواحد، بس احنا خلينا نجمعه وبعدين نضيف الواحد، التوتال مالي راح طبعا مو بدون يصير 0.09 زائد 0.63 في 100% يطلع 72.6%. الآن اضرب هذا السعر الجديد في 72% زائدا 1، لان هو دائما الواحد هو الاصلي، يعني الرقم زاد ل 72.6 معناه يصير 0.76، فيضرب بالسعر اللي حسبناه من البنايه القديمه يطلع لي سعر المتر المربع مليونين و 814 الف
دينار عراقي للمتر المربع. هسه هذا بالنسبة للجراوند. بالنسبة للفيرست فلور هو يشكل قلنا 20% راح يكون هيجد. Total cost of the new building هو اجمع هذا مع هذا يطلع لي سعر البناية مثل ما هو. عندنا هوم وورك موجود شوف هو، واحنا ممكن هم يعني اللي عنده سؤال نتطرق له. هذا الهوم وورك، هوم وورك يعني هوم وركات اثنين. قالنا موضوع واحد هو موضوع الكيوب كيوبك ميثود. احنا اخذنا الاريا ميثود، قلنا كيوبك ميثود استكمالا للمحاضرة السابقة. كيوبك ميثود طبعا ياخذ بنظر الاعتبار الارتفاع البناية. طبعا هذا مهم، شو وقت نلتجئ الى طريقة الكيوب ميثود؟ هي عندما تكون البناية ارتفاعاتها ما متساوية، يعني مختلفة بالارتفاعات بالنسبة للطوابق. بالنسبة اذا كانت الارتفاعات عالية، يعني مثلا نشوف البناية ارتفاع يعني الطابق 6 امتار 7 امتار 5 امتار ونص، فهذا راح الكلفة اللي اذا حسبناها بالمتر المربع راح تكون غير دقيقة، لانه ما راح تحسب ارتفاعات الجدران بنظر الاعتبار، يعني ما تؤخذ بنظر الاعتبار اذا اخذنا طريقة المساحة، لكن بطريقة الحجم تؤخذ الارتفاعات بنظر الاعتبار. طبعا هذا تستخدم، ممكن تستخدمها بالجوامع، بالورهاوس يعني بالمخازن الطائرات، مخازن الأسلحة، بالسايلوات، بأي بناية بها ارتفاعات. وإذا كانت بالقاعات، يعني قاعات الكبيرة الارتفاعات هل يعني نسميها بالعامية الدبل فوليوم أو أكثر، ممكن نستخدم طريقة الفوليوم. طبعا الفوليوم هو بما يشابه طريقة المساحة. هنا كنا ناخذ مساحة البناء، سنأخذ حجم يعني المساحة في الارتفاع يأخذ حجم، ونجيب سعر الحجم يعني سعر المتر المكعب نضربه. طبعا ما راح يظهر عندي بهاي الحالة السطح، ما عندي سطح، لأن بالسطح تظهر مساحات، هنا عندي حجوم، يعني ما راح نلقى السطح. فبنفس الطرق الأخرى، لكن اللي نجيبه هو سعر المتر المكعب، يعني الارتفاع يدخل في حساب. طبعا هاي تكون أدق من طريقة المساحة، لأن ارتفاع الجدران راح تأخذ بنظر الاعتبار. لو نفرض أنا هسه عندي مثلا بنايتين، واحدة ارتفاع الطابق ماله 6 متر، واحدة ارتفاعها 3 متر، إذا رجيت أحسبها بطريقة المساحة وبنفس المساحات هن، راح نشوف انه البنايتين هي نفس الكلف تعطي، لكن لو حسبتها بطريقة الحجم واللي هي أدق راح تكون بناية ارتفاعات جدرانها أعلى، هي راح تكون كلف أكثر، لأن هذه بها مواد وعمل أكثر، لأن الجدران بطريقة المساحة ما دخلت أو ما أخذناها بنظر الاعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.